بس الكوبايه دي خفيفه. شكرا. الحمد لله. ندخل بقى يا استاذ صبري في المهم. ندخل. اتفضل يا سيدي. دي صوره اخويا وتوامي، عايزها ان شاء الله تنزل عندك في الجريده في الصفحه الاولى، وان شاء الله امي هتدعي لك قوي يا استاذ صبري لما يرجع. ما تقلقش يا فاطين، ده احنا اخوات، بس يعني انت عارف ان الاعلان في الصفحة الاولى هيكلفك كتير قوي. الجورنان دلوقتي بقاله اسمه وبيتخطف خطف من السوق. بسم الله ما شاء الله، ما تقولش الكلام ده قدام حد. واما بنعمة ربك فحدث. ونعم بالله. وبعدين يا استاذ صبري مش المهم الفلوس، يا ريت هم الدنيا فلوس كانت الدنيا اتحلت. المهم اخويا يرجع ان شاء الله بالسلامة. امسك يا سيدي. بسم الله ما شاء الله. واحد اثنين ثلاثة أربعة. ايه؟ 20 جنيه، ولما الإعلان ينزل إن شاء الله ليك زيهم. 20 جنيه؟ كتير مش كده؟ يا أستاذ صبري ده إحنا إخواتي يا راجل، حطهم في جيبك. وبعدين يعني هو أنا لما هفنجر هفنجر على مين غير على أصحابي حبايبي؟ استأذن انا بقى يا سيدي دلوقتي لحسن الليل داخل عليا ولازم اروح البلد لحسن امي تقلق عليا. سلام عليكم، مش هوصيك بقى. ها، مع السلامه. الله يسلمك يا استاذ صبري. محدش واد يشتري الجنان ده، احنا بعنا 15 نسخه بالعافيه وبالمحايله، مش كل يوم كده، حرام عليك. بتقول ايه؟ الجماهير خطفت منك النسخ وباكتر من ثمنها كمان. مع السلامه يا مصري. نص ثمنها يا استاذ صبري. لا، بيقول لك خطفت النسخ. خطفت ايه؟ اهو اهو ده الملحق. مع السلامه يا فاطين، وتاكد ان الصوره هتنزل بكره في الاعلان، ها، في الصفحه الاولى. مع السلامه. انا عايز اتاكد انه هيتباع يا استاذ صبري. تاكد انه اتباع بالفعل. مع السلامه. بكره هتلاقيه في في في, في محطه المترو. ما بركبش متروهات انا. هتلاقيه في القطر، هتلاقيه في الشارع. مع السلامه يا فاطين، مع الف سلامه. ايه يا رضا؟ ايه يا رضا؟ كنت هتضيع ال 20 جنيه؟ على فكره يا ميشو، ابويا كان عايز يشكرك عشان اللي انت عملته معاه. ايه ده، انت قلت له؟ اه، ما انا ما بخبيش على ابويا اي حاجه. اه، وهتقولي له بقى على حمص الشام اللي احنا شربناه على الكورنيش؟ امال ايه، هقول له طبعا. انت بت، كان في حد في عيلتكم لا مؤاخذه يعني عبيط؟ لا والله العظيم، ليه بتقول كده؟ لا مفيش، في حاجه انت يعني؟ لو المصحف ما في حاجه. الا قول لي يا ميشو، هو انت كنت مختفي فين اليومين اللي فاتوا دول؟ عندي شغل، شويه شغل كده. شغل ايه؟ هو انت بتشتغلي صحيح؟ مالكيش فيه. يلا بقى دلوقتي علشان اوصلك، علشان ما يقلقش عليك. لا ما تخافش، ما هو اصلا مش هيقلق عشان انا قايله له ان انا معاك، وهو مستنيك عشان تشرب معاه الشاي. هو مين؟ ابويا. فين؟ في البيت. لا انت تفكك مني خالص، انا هوصلك وطيري حمام كده. يا ميشو، يعني يرضيك ابويا يزعل منك وهو بيحبك؟ الله، هو كان شافني فين علشان يحبني؟ ما انا حكيت له عنك. قلت لي كان في حد في عيلتكم عبيط، ها؟ الو؟ ايوه يا فندم، انا نضال حبيب، المقدم نضال حبيب يا فندم. ايوه يا فندم، انا وصلت الجزيره بس لغايه دلوقتي مستنى عربيه تيجي تاخدني من القسم. يا فندم معلش، التليفون هيقطع. شو ده وده وقته؟ لو حضرتك رايح يعني ناحيه جزيره الورد كده، انا رايح هناك. ده بعد اذنك، معلش هتعبك معايا. لا عادي، اتفضل اتفضل. هتعرف تفتح؟ معلش. اه ان شاء الله. انت ايه، بتبيع ورد ولا ايه؟ تعال امسك كده لو سمحت. معلش. خش برجلك اليمين والنفس. معلش انا اسف جدا والله. يا فندم ولا اسف ولا حاجه. انا فاطين علي حسين الجرحي المحامي، وحافظ جزيره الورد دي شبر شبر. حضرتك بقى رايح لمين هناك؟ انا والله رايح. والنبي ما انت قايل، حضرتك كده شكلك محترم، يبقى اكيد رايح لعم عروه الترزاجي علشان يعمل لك بقى بجامتين، صح؟ لا مش صح. انا والنبي ما انت قايل، اكيد حضرتك رايح لمسيد بتاعه الجبنه والسمنه، حاكم السمنه بتاعتها بتطلع مرت. ايه، ما اقولكش. مظبوط؟ لا مش مظبوط والله. انا والنبي ما انت قايل. قال له يا عم انا هعرف، يعني هعرف، وبعدين لسه الطريق قدامنا طويل يعني، ونقعد نتسلى. مش هتطلع بقى ولا ايه؟ طب انزل زق بقى. زق ايه؟ العربيه بردت. وهي لحقت بردت؟ ما حضرتك شايفها قد ايه يعني، لو نفخت فيها هتبرد. يلا انزل عشان تبقى تتمقلس عليا. يلا انزل. جامد، ها؟ يا
يلا ازق لوحدي يعني؟ يلا امال هنزل ازق معاك. يلا بس كفايه من غير كلاكس. اه ما فيش حد اصلا. يلا النهارده اخر نبطشيه ليا في الاسم ده. ليه؟ لان العمر جري ووصلت لسن المعاش، لكن الشيء اللي مصبرني ان تاريخي البوليسي تاريخ مشرف يشهد له القاسي والداني، ويشهد ايضا اني لم اقصر يوما في اداء مهام وظيفتي، وبتهيألي ان انتم كمان شاهدين على الكلام اللي انا بقوله ده. حتى حيتساءل ويقول اني جاي ليه؟ جاي اودعكم واقول لكم اي واحد فيكم يحتاج اي حاجه بيتي مفتوح لكم كلكم. الوداع الوداع يا مجرمين، عشقة العمر. هتوحشوني قوي قوي. هتوحشني قوي قوي يا عم عزوز والله. الله يخليك يا وائل. افتح الباب يا وائل، لان لحظات الوداع دي بتاثر فيها جامد. الباب مش هيفتح يا عم عزوز. ليه يا وائل؟ اصل نسيت وقفلت الباب والمفتاح بره، ومفيش حد من القوه موجود. في مشكله كده ولا ايه؟ مفيش مشكله يا وائل. المشكله الوحيده ان احنا هنضطر نبات هنا في وسط المجرمين المعفنين المرتزقه دول يا وائل. اخوانا حد يفتح لنا الباب، حد من بره يفتح لنا الباب. مفيش حد بره يفتح لي ده. الله يخرب بيتك يا وائل، تمثل لك مشكله دي؟ تبقى رايح عند ام نوجه بتاعه المفتقه. يا سيدي انا رايح لام نوجه ولا ابو نوجه ولا نوجه نفسها. يبقى عند ام انح بتاعه الزلابيه. ويا سلام بقى، ايه هنا امان الامان الجزيره دي يعني ما فيش. ايه ده؟ انزل. هو ده امان الامان؟ انزل منك اهو. انزل يلا. ده جحش انا عارفه يعني حضرتك يعني. انزل. بقول لك يا جحش، بقول لك ايه، ما هو ما ينفعش يعني قطعينه طرق اليومين دولت يعني كده يوقفوا الناس المحترمه في انصاص الليالي. ده مش شغله قطعين طرق. ها وبعدين حتى عشان الضيف. اركب ياد منك له. حاضر. وانت على انت هنا انت رايح فين؟ ايه طب عايز ايه؟ ما عربيتي دي ما حدش هياخدها بقى. ما مش كل مره تاخد العربيه وقول للدرغام بتاعك دون بقى ان فاطين علي حسين الجرحي. هجيله من النجمه ان شاء الله. اتفضل. عايز تاخد العربيه؟ اه خدها. والمفتاح جوه وكل حاجه. اوعى. اتفضل يا باشا اتفضل. امسك ياد. ده هيكسره ده هيكسره. دخلني ياد دخلني. انا مش عارف اخش العربيه، مش عارف اخش العربيه. انا اخش انا وامشي. تخش انت. خلاص يلا انا هزقها لكم. اه خش انت. ادم البقلاوه. خد اركب. أزق يا عم. اركب ونزل اليد، خلي السلاح معاك. يلا يلا. اهو ده الجحش ده قاطع طريق يعني. بس الشنط الشنط. اه الشنط بتاعتي. معلش حضرتك والله. بص احنا هنروح القسم وانا هشهد بقى، لاني محامي هشهد معاك ان هم خدوا الشنط بتاعتك. وما تقلقش حقك هيرجع لك بس بالقانون. ما تقلقش، شنطتك وحاجتك هتجيلك لحد عندك، وعم عزوز هيعمل لنا محضر. ايه سقع والجحش حضرتك هيتربى. عم عزوز يا عم. ايوه ما تستهترش بيه قوي كده عم عزوز. ايوه ده مساعد اول ممتاز ضابط يعني صول قد الدنيا، وبيني وبينك هيبقى حمايه ان شاء الله على القريب. الف مبروك يا سيدي. الله يبارك فيك. عايزين نفرح بيك بقى. احنا عايزين نخلص والله يا استاذ فاطين. ماشي حاضر يا عم عزوز. ايه ده عم عزوز وراح فين؟ يا عم عزوز مفيش حد في الاسم كله. لا عم عزوز ما يتاخرش عن الواجب الوطني بتاعه، ما يتاخرش عن شغله ثانيه واحده. هو بس تلاقي الشغل مريح يعني ففرج جسمه هنا ولا هنا. مريح. يا عم عزوز مريح. ايه اللي مريح ده؟ هو احنا داخلين اسم على الشفاطين ولا جايين مكان غلط؟ ايوه يا عم اسم يا اسم النبي حرصك وصانك. ما تتحملش قوي كده يا عم، اصبر. الصبر مفتاح ايه؟ مفتاح الفرج. لا مفتاح 19. يا عم عزوز انت فين بقى يا عم عزوز؟ انا هنا يا فاطين تعالى. اهو شفت الصوت جاي من هنا. تعالى بقى ورايا يا ساتر. تعالى تعالى.
مش بقول لك عم عزوز ده بيعز الشغل زي عينيه، بيحبه جدا جدا. اظهر بقى عم عزوز بقى معايا ضيف، ما تعرفناش بقى في الليله السودا دي. انا هنا في الحجز. الله اكبر، شوف يعني حياته كلها ما بين الحجز والمحاضر والمجرمين. مخلص مخلص هتشوفه يعني حضرتك. يلا بقى عم عزوز، في معايا محضر سقع لازم تعمله لنا بايديك الحلوه دي اللي تتلف في كلبشات. يا ابني انا مقفول عليا الباب من 4 ساعات لغايه ما استويت، افتح لي بقى، ده انت ربنا بعتك نبته ليا. اصحى يا زفت اصحى، خلاص مرجت. على فكره بقى هو لا حمايا ولا عرفه، ده يا دوبك بس قرايه فاتحه وممكن تتفض. وجعت. ما تصلى بقى عم عزوز بقى، ايه مالك النهارده؟ اقول لك يا فطين ما تصربعنيش، انت عارفني في شغلي، احب اعمل شغلي كده وعلى رواقه وعلى ميه بيضة. ها؟ فين القلم اللي كان هنا اهو؟ النيله مين اللي خده ولعها؟ كان فيه هنا علبه قلم راحت فين؟ خلاص خلاص اهو ما تزعقش. امسك القلم اهو. خلصنا بقى، ما تحرجنيش قدام الراجل. ده انا مفهمه ان انت هنا الكل في الكل، ومفهمه ان انت شغال في القسم من ايام ما كان اوضه وصاله. ما تقلقش، انا هوريك دلوقتي شغل الداخليه على ميه بيضاء، شغل المعلم لعياله. بطاعتك. اتفضل يا عم عزوز. مش انت بطاعتك اخويا اللي واقف لي مقطوع، واقف كاني خايف على نص بيتكم. ما تقف ادي لي يا ولد. اتفضل وترمي البطاقة. ده قلبك ما ربيتهولك. انا هوريك بقى شغل شارلوك هولمز بتاع الداخلية، اللقب اللي انا مطلعه على نفسي. ضال حبيب عبد الرب. سعادة سعادة المقدم، نضال حبيب عبد الرب رئيس المباحث الجديد. تمام يا فندم. طبعا معزوز انا همشي انا بقى علشان لسه يعني تعبان حالا يعني. سلام عليكم. استنى يا استاذ فطين، رايح فين؟ مش لسه في بينا كلام ما خلص؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ اخر حاجه بقى وصلنا لها كانت ايه؟ ام النح بتاعه الزلابيه، لحد بقى ما ظهر الجحش حضرتك يعني. الله يخرب بيته. بتغني حمام، بتغني المين يا حمام؟ حلفت انا وحلفت عليك يرجع لي قبل الليل يا حمام، اصل الغيلان بيدور فيه على اي ظهر جميل يا حمام، وانا حق ضاع وفين حلاقيه، والناس ما هماش ناس يا حمام. وتغني يا حمام، بتغني المين والمين والمين، بتغني المين يا حمام، بتغني المين يا حمام. الله، عسل عم فتحي عسل. طيب طير يا حمام، انا بقى اشوفك تاني يا ميشو. هجيلك عم فتحي، هجيلك. والله يا ابني احنا ما ضحكنا ولا انبسطنا من يوم ما جينا من السويس الا النهارده. بقول لك ايه يا ميشو، انا شغاله في المستشفى اللي على الكورنيش، يعني غرزه كده بضحك كده، تعالى لي على طول. غرزه كده بضحك كده؟ خلاص يا دنيا، لما دمي يسيح وفرفر في الارض هتلاقيني عندك في المستشفى. بعد الشرح ليك بهزر معاك. وانا كمان بهزر. طير يا حمام بقى. باين علي ابن حلال يا بنت توح. قوي يا توح. اقعد. ما يصحش. اقعد. امان الامان. ها؟ حضرتك بتكلمني؟ ايوه بكلمك انت، امال بكلم مين؟ مش ده كلامك؟ اتفضل اقعد. ما يصحش. اقعد. وتحط في بطنك بطيخه صيفي. ها؟ بلاش البطيخ ده، حتى مش اوان. اخرس بقى، اسكت، سيبنا اتكلم شويه.
قرفتني طول الطريق. بالذمه ده بقى اسميه ايه؟ ها؟ قعد طول الطريق تكلمنا عن القانون وازاي القانون بيتطبق هنا في جزيره الورد، وانا ممثل القانون، وانا 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 انا قلت بحاول، واكيد في عراقيل بتقابلني، بس انا مش هيأس، وبعون الله جزيره الورد دي هتبقى المركز الاول ان شاء الله على مستوى العالم كله، وهتاخد القريه القانونيه الاولى ان شاء الله، وده هدفي. هو صحيح في قلة ضد القانون، بس أنا مش هسيبهم، وأكيد محتاج مساعدات وإمدادات، ولا أنا أعمل كل حاجة لوحدي؟ وبعدين مع حضرتك كنت موجود يا حضرة الضابط، وكله حصل قدامك، ما طبقتش ليه ساعتها القانون على الجحش؟ ولا أنتوا تسيبوا الجحش وتتشطروا على البردعة؟ جاوب يا حضرة الضابط، جاوب جاوب. طب لو سمحت اسكت واهدى كده واقعد عشان اجاوبك. اديني سكت وهديت وقعدت، جاوب بقى. لاني كنت عايز اعرف واشوف اللي بيحصل عشان اعرف اتعامل. اي كلام بنسمعه لما بتتزنقوا يا حضره الضابط، اشوف احدد افكر اي كلام في المهلبيه. على العموم حاجاتك دي انا مسؤول ان ارجعها لك بكره الصبح. بعد اذنك يا حضره الضابط، لحسن امي تقلق عليا. صباحه يا كابو، انا اللي عملته مش عشانك، انت عيل زباله مالكش لازمه، وما تسويش تمن الرصاصه اللي كان عزيز السايغ عايز يخلص عليك بيها، وانا امرته يسيبك عشان انت بس محسوب عليا وفي عشره بينا، وده اخر كارت ليك عندي من الليله دي تنسى. صباحه. انا الكابو برضو يا باشا، ولا انت نسيت؟ مش عايزه وهوى ورغي وكلام ملوش عايزه. من دلوقتي مش عايز اشوف سحنتك هنا تاني، وتشوف لك حته تانيه تشتغل فيها بعهدك دي، واي كلام او رغي هيطلع منك انت عارف الكلاب لما بتتسعر بيتعامل فيها ايه. صباحو. اهلا يا عنتر باشا. ازيك يا حبيبي؟ انت اللي وحشني. كلمت حمدي بيه وقلت له يحدد لنا ميعاد مع صفوت باشا، بس لسه ما ردش عليا. ايه؟ في مصلحه جامده هو اللي هيخلصها؟ طب خلاص انا هتصرف، ما تقلقش. يلا سلام. تعال تعال يا واد، خش الصبح يا ولد، تعال حط القهوه هنا اهو قدام ساعه الباشا المقدر. هو فين المقدم ده يا عم عزوز؟ يا واد تصدق انا غلطان، انا صحيتك، ما هو ده الباشا المقدم قدامك يا ولد. حط القهوه يا ابني، حط القهوه وروح يلا اوضه الاستراحه. الاستراحه اللي هي فوق يعني ولا يمين دي ولا ايه؟ امشي امشي من وشي ابوس ايد. انا غلطان، انا روح نام لك شويه يا اخوي، استريح وقول لك ابوس حنان اتفضل. سعادتك بقى على ما تشرب القهوه اللي هو باشا، تقوم تستراح عليك ان شاء الله. لما اقول لي خدامك عزوز السيد قشطه، مساعد اول ممتاز من غير علام يعني كده يا باشا، يعني سول. وارجوك ارجوك اوعى تزعل مني يا باشا ابوس ايدك، لان النهارده اخر نبطشيه ليا في الخدمه، وانا بقالي 40 سنه بخدم وزاره الداخليه، عمري في يوم ما خدت جزء. ابوس ايدك يا باشا، ما تقبلش خدمتي بجزء، اعمل بالقهوه اللي جبتها لك. ما تخافش يا حضر السول، انما اقول لي الاستاذ فطين محامي. الاستاذ فطين محامي من غير علام كده يعني بتاع قانون؟ لا، وايه وايه بقى؟ طالع في القانون، هو عيبه انه مندفع شوي، بس والله قلبه زي البفطه البيضه، وسمعته ايه برلانت بسم الله ما شاء الله. وفوق كده يا باشا خاطب بنتي، ده اذا سعادتك وافقتيها. طيب انا عايز انام دلوقتي، وهدومي كلها في الشنطة، والشنطة مش معايا. لا تقلق يا باشا، أنت في أيدي أمينة، بص وكأنك في الملعب. الشنطة ذاتها يا باشا بترحب بيك أهلا وسهلا. وميكي، أنا بعد إذن ساعتك يعني جبت لك من عندي بيجامة قديمة من اللي دقوا علي، ومعاها غيارين ما تأخذنيش، يمكن الله أعلم المقاس يبقى صغير شوي، بس أنا عامل حسابي، أنا شروق هولمز بتاع الداخلية، أنا مسمي نفسي كده. جبت لك معاهم أستك عشان لو تحب أدككهم لك أدككهم لك أدككهم. تبجي يا تبجي يا تبجي،
ايه يا عمنا ما ترد عليا، ايه في لسانك؟ طب يلا بقى قوم علشان عزمك على عشوة ملوكي من عند البرنس. بتقوم يا توبي؟ هاتس بقى يرحمكم الله. يلا الواد غراب بعت لك الانبوبه؟ بعتها يا روح امك، وكنا مستنيينك عشان نعلقك عليها. يا فندم. في ايه يا باشا؟ في نفخ وفي كهرباء وفي اللي ده بقيت حلو، هنبقى حلوين معاك. بقيت عايز ايه يا باشا؟ ايه اللي خلاك يالا تسرق عربيه الانابيب من المستودع؟ ما انت عارف يا باشا. حبيت تعمل بطل ها؟ بتصيط علينا في المنطقه يالا؟ عايز يطلع عين ابونا ويقولوا علينا ما بنشوفش شغلنا ليه؟ خلاص يا باشا، لا مؤاخذه يعني ريحوا الناس وهاتوا لهم انابيب عشان يعرفوا ياكلوا ماما. انت هتعمل لي روبن هود يالا؟ هتعمل قلبك على الغلابه وانت مسجل خطر؟ اسمع يالا، انا زياد الخولي بعرف دبه النمله وانا نايم في بيتنا. تحب اقول لك امبارح عملت ايه في فيلا الخواص بعد ما اتفقت مع رشدي الطوخي؟ ولا تحب اقول لك على مديحه اللي كملت الليله معاها؟ طب ما سيادتك اهون يعني قاري الليله كلها. يبقى بلاش بقى الشويتين دول وتعالى معايا عدل عشان ارتاح واريحك. خدت كام يالا من رشدي في الليله دي؟ الله، يعني سيادتك عرفت كل ده يا باشا؟ ما تعرفش رشدي الطوخي قفشني كام؟ ما تنطق يالا. هو سيادتك بتقفش منه كام يا باشا؟ انا قصدي يا باشا احنا لا مؤاخذه يعني زي بعض وكلها بترزق. اصروا يا باشا اصروا، هو ده الكلام. شوف يا ميشو، انا ممكن امشيك من هنا وتنسى قضيه الانابيب دي خالص، بس تشتغل معايا. اشتغل يا باشا. هتبقى عيني على رشدي الطوخي واي حد تاني اقول لك عليه. لا لا مؤاخذه انا باشا انا ماليش فيه. خلاص يبقى نمشي قضيه الانابيب وتتسجن يا روح امك. انا ما اعرفش حاجه عن الانابيب يا باشا، ومحدش من الاهالي هيشهد عليا. لا مؤاخذه بقى لو انت عندك شهود طلعهم. حتى لو خرجت منها يالا، في قانون طوارئ يا روح امك، هجيب لك امر اعتقال واعتقلك لانك خطر على الامن العام. يعني مش هتخرج من هنا يا ميشو وحاوي غير لما يجيلي مزاجي. عرفان خدوه. استنوا قدامك لغايه الصبح يالا، فكر. فارش يا باشا، انا طول عمري متربي في الشوارع بس عمري ما كنت وسخ وعمري ما هبقى وسخ يا زياد باشا. خدوه. عسكري قمت جيت جري يا باشا، انا حتى ما لحقتش اكمل لبسي كملته في الطريق يا باشا والله. انا اصلي لسه مخلص النبطشيه بتاعت الصبح ويا دوب روحت. حصل لك كده ساعتك تكون نمت وارتحت كده واتبسطت. امال فين بقى ظباط القوه؟ ظباط القوه؟ ده هو عبد غنم. تمام ساعتك يا باشا، يبقى قدام ساعتك بعد خمس دقايق. طب انا عايز امر على اسم اوضه اوضه ومكتب مكتب وتبلغ القوه كلها ان في اجتماع كمان ساعه. اجتماع؟ ده نظام جديد يا باشا. تمام ساعتك يا باشا. تعالى تعالى. لا تعالى ايه، لحد هنا وكفايه يا استاذ فاضيين، بعد كده ركبي مش هتقدر تكمل خطوه واحده. طول عمرك جبان جبان يا بسكليت. روح روح. استنى بسكليت، انا عايزك تروح لامي وتخليها تدعي لي قوي، ولو ما رجعتش يا بسكليت
خليها تدعي لي اكتر، ها؟ يمكن ربنا يكتب لي عمر جديد ولكل اجل كتاب. انا لله وانا اليه راجعون. ماشي يا استاذ شهيد الوداع. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. اوعى بقى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لو سمحت يا جحش ممكن تقول للرجالة بتوعك ينزلوا السلاح، لأن مش فاطين علي حسين الجرحي اللي يترفع في وشه سلاح. سيبوه يا رجالة ونزلوا السلاح. تعال يا فاطين. إيه؟ ما سمعتش المعلم درغام بيقول لك سيبوه يا رجالة؟ ولا أنت مش رجالة؟ أمورنا يا معلم درغام. خير؟ سمعت إنك كنت عايزني. محتاج فلوس ولا حاجة؟ أنا رقبتي سدادة، ما تتكسفش مني، ده إحنا إخوات يا أبو الدراغيم. بص يا صفاطين، القضية لو اتأجلت المرة دي هتزعل مني قوي قوي. وأنا عمري ما هزعل منك يا درغام. حلبة ميزة حيات أبوك يا جحش. بقول لك يا صفاطين، القضية المرة الجاية تخلص وعباس ياخد براءة، عشان لو ما خلصتش بعد كده الكلام مش هيبقى بالبوق. امال هيبقى بالايه؟ بالودن. حلو. هيبقى بده. يدخل بتاع ربي. بس ده هيبقى ظلم يا ريس درغام. وبعدين يعني افرض بقى القاضي ما حكمش بالبراءة او اجل القضية، انا ذنبي ايه يعني اخرج من الدنيا كده وانا لسه ما دخلتش؟ كل الكلام ده ما ياكلش معايا. كلام خلص. طالما بقى وصلنا للكلام خلص وما ياكلش معاك، اسمع بقى يا ريس درغام انت والرجاله بتوعك وخد القنبله دي. قنبله؟ ايوه يا ريس درغام، وعايزكم بقى تجمدوا قلبكم على الاخر. الضيف اللي كان راكب جنبي ساعه ما الجحش جه خد مني العربيه وهرب ده ضابط شرطه، المقدم نضال حبيب عبد ربه، وهو رئيس المباحث الجديد. يا راجل الكلام غير ده. لا هقول وهعلي صوتي اكتر، وانا بقى لو في مكانكم ها اسافر اوهج يا اخي انت وهو، سيبوا البلد واتفحشوا. بقول لك يا اسفطين، في رساله كده تقولها للسيد الضابط الجديد، قول له درغام بيقول لك حمد لله على السلامه وخلي بالك من هدومك. ايه كفار قريش بتضحك؟ اضحكوا، وانت يا جحش بالذات تضحك قوي كده وهز ديلك. بس عايز اقولك حاجه يا درغام، واخر مره هقولها، الشاطر هو اللي هيضحك في الاخر. ولو كنت فرحان قوي بجنينه الحيوانات اللي حواليك دي، لا اعرف ان في صياد ماهر قاعد ومتربص ومش هيستريح غير لما يلمكم كلكم جوه القفص واخلي الناس تقعد تتفرج عليكم. بس ساعتها بقى الفرجة هتبقى ببلاش. فرجة وببلاش كمان؟ محكمة! انا بقى اخوانا بعد اذنكم، يعني كل اللي شايل لي محمود وعمال يتفشخ بيه ويسمعنا اناته طول النهار يقفله، والشوشايه وكتر الكلام والراجل ما احبش. احنا هنا في محكمه، وانا مش كل يوم انا هقول لكم البقين دول ويتخزن من مهندس محكمه. اتفضلوا استراحه. ايه ده؟ فين المروحه يا سمير؟ المؤاخذه سيادتك المروحه بايظه، وانا شخصيا كتبت مذكره، ونظر للعلاقات القديمه اللي بيني وبين الزملاء قالوا لي نعمل لجنه عشان خاطر تسابيب ونصلحها. عندنا كم قضيه في الرول النهارده؟ خمسة واربعين قضيه. هقعد كده 45 قضيه في العرق والمرق بتاعي ده؟ لا اطمن سيادتك، انا عامل حسابي. اتفضل يا مولاي. ماشي يلا ابدا بقى عشان نخلص. رول واحد، المتهم عباس سيد الجعيل وشهرته لمؤاخذة الحمار. موجود يا فندم. النيابة تتفضل.
سيدي القاضي، كما هو مثبوت في تقرير النيابة أن المتهم قام بالاعتداء عمداً على كمين الشرطة وأطلق عدة طلقات نارية برشاش آلي غير مرخص كان بحوزته، وتم إثبات ذلك خلال محاضر الشرطة وشهود عيان رأوا الحادث، وبمواجهة المتهم أنكر. لذا فالنيابة تطلب بتطبيق قانون العقوبات، ولا تأخذكم بهما رحمة ولا رأفة بمثل هؤلاء البرتقية وقاطعوا الطريق. وشكرا سيد القاضي. الدفاع انت ايه الغلب ده ربي؟ يا عباس ما معكش دفاع ولا ايه؟ لا معايا ساعة البيت، معايا دفاع، محامي قد الدنيا، قاعد هناك اهو. طب ما يومي يقدم نفسه ولا محتاج عزومة؟ انا عارف انها جلسة مش معدية، يا ربي ما اشوف البيجامة. ايه يا استاذ فطيم، لما انت المحامي بتاع الراجل ما بتقومش تدافع ليه على طول؟ ما اصلي حضرتك يعني هي كرشة نفس حضرتك. كرشة نفس، اتفضل يا استاذ. والله الواحد ما عارف يقول ايه. نعم يا استاذ. انا قصدي حضرتك يعني في احيانا كده في ظروف يعني بتحكم على الواحد، بتخلي الواحد يعمل حاجات كده يعني وهو كارهها ومش طايقها خالص. اختصر اختصر اختصر، يقول على طول الدنيا حر وما احناش طايقين. كده يا استاذ ما تنطق، هو انت مش محامي برضك؟ بقول لك ايه، ما تنهكش يا حمار انت، ها؟ والجحش ده اللي قاعد يزغرني، اقسم بالله العظيم هتفوسك رأسه ارجع الجحش صغير زي الجحش الكبير ده. ايه هي خناقه ولا ايه؟ انا اسف يا حضره القاضي، ما الحمار ده نرفزني يعني شويه. بقول لك ايه، اديك بالفريق. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ شبشب بلاستيك، شبشب بلاستيك في المحكمه بس من الغالي يا فندم. اصل ما هو لما ايه ده اللي انت لابسه تحت الروب ده؟ بيجامه بس من الغالي يا فندم. بيجامه وشبشب بلاستيك؟ هي هي احنا في حمام عمومي يا فندم. يا فندم انا مش قادر اقول اي حاجه، والجحش ده قاعد زغر لي كده، انا مش طايق نفسي، انا مجبر. بلا جحش بلا معزه، محضر دفاعك ولا لا؟ الصراحه لا، ومش طايق القضيه دي كلها، وربنا اعلم باللي انا فيه. تؤجل القضيه ل 22 الجاري ربع في الجلسه. استني يا دنيا، انت بتهربي مني؟ امشي من هنا الله يخرب بيتك، انت عايز ايه؟ ده مكان اكل عيشي. امشي اروح فين؟ انت نازكي جوزي. جوزي مين؟ انت عبيط يالا ولا هبل؟ احنا متطلقين بقالنا 6 شهور، امشي الله يخرب بيتك قبل ما حد يجي هنا. يا الانسه، كل الذكريات اتمحت. طب خلاص نرجع لبعض، ويا دار ما دخلك شر. انا مش عايز ارجع لك، وابوس ايدك يا زكي، ما تعمليش مشاكل هنا. طب خلاص اديني 200 جنيه سعر. مش هديك حاجة، وبطل بقى البلا الازرق اللي انت بتشمه ده، وكفاية تعيش على قفا النسوان، امشي بقى ورا شغل. خلاص اقولك على فكرة جميلة، اديني السلسلة دي وهرجعها لك بكرة العصر. يا واطي، عارف لو ما كنتش تمشي من هنا وزيني لكل لما عليك الامن. خلاص هات الامن بقى يا دنيا، وانا هدلدح واقول لهم ان انت دنيا غرورة وبعت زكي جوزك. خلاص الله يخرب بيتك، امسك خد ال 100 جنيه دول حرب ونار في جتتك، روح يا شيخ ربنا يبتليك من المصيبة، تكون ماشي كده تجيلك المصيبة كده. برضو بحبك يا دنيا. Thank you.
لا 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 يا باشا. حقك في أرض مرسى علم محفوظ. الأمر لله. أنت بس تخلص لي حتة الأرض اللي في جزيرة الورد يبقى كده بس. ما تحرمش منك يا باشا. مع السلامة. مع السلامة. ايه يا اسماء؟ شيري جت من الجامعة ولا لسه؟ جت غير هدومها ونزل. هلو بابي. ايه ده؟ انتوا كنتوا هتتغدوا من غيري ولا ايه؟ واحنا نقدر يا شيري؟ العربية الجديدة عاملة معاك ايه؟ كل الفرندز هيتجننوا عليها. سيبيهم يتجننوا. اخبار المذاكرة ايه؟ فيري جود يا داد، ما تقلقش عليا. أنا شيري صفوت نصار، يعني هطلع لمين يعني غير لداد حبيبي؟ لو كان كده أنا عايز تفوق مش نجاح بس. في إيه؟ أوكي. استنى عندك. تعالى. أكتر. أنت شارب سجاير؟ أنا مش قلت مفيش سجاير جوه الفيلا؟ اسمي هانم. في حاجة يا بشير؟ الممرضة دنيا وصلت عشان ميعاد الحقنة بتاع حضرتك. خليها تستناني في الصالون. حاضر يا فندم. طيبة قوي يا داد دنيا دي. بالشفا ان شاء الله. الف سلامة عليك يا مدام اسم. ميرسي يا حبيبتي، تسلم ايديك. نقيس بقى الضغط يلا عشان نطمن اكتر. بسم الله. ما شاء الله، الله اكبر. لا ده الضغط احسن من المره اللي فاتت بكتير قوي. الحمد لله. ازيك يا دودو؟ اهلا. ازيك يا انسه شريف؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله والشكر. بقول لك ايه يا دودو، انا كنت شايله لك كده كام فستان على كام بلوز انا مش محتاجاه، يا رب يعجبوكي. لا ملوش لزوم ابدا، ربنا يخليك. لا بقول لك ايه، انت هتكسفيني ولا ايه؟ انا هزعل منك بجد. بص عليك يا دنيا، دي شيري بتحبك قوي يا حبيبتي. والله العظيم وانا كمان بحبها قوي، وربنا وحده هو اللي يعلم. يلا بعد اذنك اشوف وشك بخير. ثانيه واحده يا حبيبتي، ثانيه واحده. خدي دول يا دنيا، خليهم معاكي. بس دول كتير قوي يا مدام اسمه. تقوليش كده يا حبيبتي، ادعي لي يا دنيا. ربنا يشفيك يا رب. النبي يا رب اشفيها يا رب وعافيها قادر يا كريم، هي وأنسة الشاري. السلام عليكم. ازيك يا محمود؟ مين اللي عمل فيك كده؟ انا مش قلت محدش يلمسه يا حوش. برا! سوري بجد، اي ام سوري يا محمود. ارجوك سامحني يا صفوت بيه. واسامحك ليه؟ هو انا زعلان منك عشان اسامحك، بالعكس أنا فخور بيك. اللي زيك بقى قليلين يا محمود. أنا والله العظيم أنت شريف ونضيف يا محمود، أنا اللي وسخ. أنا حرامي، عارف كده، أنا حرامي. أنت لقيت ورق في المكان اللي بتشتغل فيه بيقول إن في سرقة بالملايين. ضميرك الصاحي خلاك تبلغ البوليس. لكن المصيبة انك وقعت في ايد واحد وسخ وحرامي. مش قلت لك اللي زيك بقى قليلين يا محمود؟ والله العظيم همشي، مش هتشوف وشي تاني. لو انا سبتك انت مش هتسيبني يا محمود. لا همشي، والله العظيم همشي. متهيأ لك. اللي ضميره صاحي زيك هتكبر الحكايه في دماغه ويبلغ تاني. كل النضاف كده انا عارفهم كويس، ضميرهم مسيطر عليهم. ابوس ايدك سامحني، ابوس ايدك ارحمني. ما تقلقش يا محمود،
انا هوديك مكان هتدعيلي لما تروحوا. المكان ده كل اللي هناك زيك، مفيش حد زيي، اللي زيي ملهمش مكان غير هنا. انت المفروض تدعيلي، اصلا انا بعمل معاك الواجب. سامحني يا محمود، انا لازم اسمع المزيكا بتاعتي. استاذنك. عمرك يا باشا. كلم الطوخي يخلص عليه بهدوء، مش عايز دوشة، عايز اسمع المزيكا. تحت امرك. صفوت بيه يا صفوت بيه، ابوس ايدك يا صفوت بيه. صباحو يا حمدي بيه. اهلا اهلا. صفوت باشا يؤمر. تمام، خلاص يا بيه، اعتبر الموضوع منتهي. يا بيه انا تحت امرك، انت والباشا تؤمرني. صباحو يا حبيب قلبي. بالحق، بقول لك ايه يا حمدي بيه، انا كنا عايزينك كده تظبط لنا ميعاد مع صفوت باشا، انا واخويا عنتر، في اي وقت، على اقل من مهلك. ربنا يخليك لينا بيه. صباحو. الله امرت بيه يا باشا. موجود. مش الحاوي؟ صباحو يا حاوي، انت اكيد النهارده يوم سعدك. ما هو لما رز التوخي امبراطور ابضيات البلد يبعت لك، يبقى انت اكيد امك دعيالك. اللي اقول لي انت حاوي بجد زي ما بيقولوا عليك. المايه تكذب الغطاس، كله هيبان. شوف يا ميشو، انا ما بشتغلش معايا غير الرجاله اللي قلبها ميت، واللي بيقع محدش بيسمع عليه، زي الكابو اللي انت وقعته، خلاص بقى كلب جربان، ديته رصاصه وترمي في صندوق زباله. الله يرحمه بقى يا باشا. شوف يا ميشو، انا شغلي كله عليوي قوي، وكلمتي سيف، واحب الامانه قوي. اللي يسمع كلامي باكله الشهد واكله اللحمه طازه، واللي بيبيع وبيخون برميل الكلاب. صباحه. صباحه يا باشا. خلينا في الشغل. تسمع عن واحد اسمه الخواص بتاع مزارع الفراخ اللي في الصحراوي؟ ماله يا باشا؟ ناصب على واحد حبيبنا في نص قرن، احنا بقى عايزين النص قرن. واذا لبس الوش الخشب وبنبق معاك تجيب رقبته وانت جاي. اخلص عليه؟ ايه صغير على القتل ولا انت قلبك خفيف وحوق وانت وصباحه؟ اخلص يا باشا. الليله دي قبل بكره الصبح تخلص. طيب لمؤاخذه يعني العمليه دي حسابها كام؟ مش لما تخلص ونشوف شغلك. ايه هنشتري سمك في ميه ولا ايه؟ هتشوف يا باشا. صباحو يا ميشو. بقى كده يا فاطين؟ جايبني ترميني في دار مسنين؟ ياما تتقطعي ايدي قبل ما اعمل كده. بقى تشتري عليك ضرب. ياما انا جايبك هنا علشان دي دار المسنين اللي بتشتغل فيها قطر خطيبتي. قول كده بقى، هي اللي مواك وعايزاك ترمي امك في دار مسنين عشان تجوزه ويقلل عن الجو؟ ياما تتقطع ايديها ورجليها هي وامها وابوها في لحظه واحده لو فكروا يعملوا كده. طب لما انت جاي تشوف حبيبه القلب جايبني معاك ليه؟ يا امي انا مش جاي لحبيبه القلب ولا حاجه، ثم ان هي خلصت شغلها من ساعه وزمانها روحت. انا جايبك معايا هنا هون علشان نسال عليها في مقر اعمالها ونتقص. نسال عليها؟ البنت طيبه وبنت حلال يا ابني. انا ما قلتش حاجه يا امه، بس الله اعلم بقى بالنفوس. وبعدين دي جوازه، يعني هيبقى فيها عقد وقايمه، وانا راجل محامي وعمري ما خسرت قضيه، يعني لازم اشمشم، واللي اوله شرط اخره نور، ولا نترزي بيها بقى ونرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. ايوه يا ابني. لا يا اخوي نتقص. وبالمره بقى يا امه نتاكد من موضوع قدامها البقلاوه اللي موترني ده. ماشي يا فاطين يا ابني، بس هنسأل مين؟ يعني هي كويسة ولا لأ يا مدام شهناز؟ أنسة إذا سمحت. أيوة يا أختي، ده جواز. جواز؟ وملقاش غير دي يتجوزها؟ هما الشباب عمي ولا إيه؟ ليه يا أختي؟ هي مالها؟ ملة لما تململها، دي قرعة. إيه؟ قرعة؟ وقليلة الأدب ومجرمة ولسانها بتبر منها. بس باين عليها الطيبة يا ست شاهيناس. بتمثل علينا ياما بتمثل. كملي يا شاهيناس كملي وبعبعي. وخطفت رجالة. استر على الولاية يا رب. وكل ما حد يبص لي ويعجب بيا تروحوا خطفوها مني، معرفش بتعمل سحر ولا ايه دي.
وكمان بتاعت اعمال؟ ما تصدقوهاش، البنت شاهناز دي كدابة. هو في زي قطر اتجوزها بيتجوزها. ربنا يطمنك يا استاذ عبد العزيز. استني بس يا ام، استني بس، امال ليه بقى شاهناز يعني هتكذب؟ بتغير منها اكمن قطر، بتقعد معايا طول النهار. وليه بقى بتقعد معاك طول؟ يا استاذ عبد العزيز ركز بقى معايا وسيبك من المجله دي. ليه بتقعد معاك؟ بتقعد معايا تسليني، تطقطق لي صوابعي، تلعب لي في شعري، ده احنا خلاص اصل عنين قوي. احنا كنا خلاص هنتجوز. تتجوزوا؟ اه. وانت يا ماما مرتبطه؟ يلا بينا ياما نقوم قبل ما ارتكب جريمه. لا يا عينيا، اقف عوج واتكلم عدل. لا يا اختي، هقف عوج واتكلم عوج براحتي، كله الا الكذب. يا شهر يا شهر اهدي شويه. مهداش يا طنط غاليه، والله العظيم ما كدبت. صادقه يا بنتي صادقه. وشاهناز وعبد العزيز هيتبلوا عليك ليه يا قطقوطه؟ ايوه صحيح، ده انا سامعاهم بودني. احترم نفسك. وهو حد قالك انه مش محترم يا ست شهر؟ يا ست غاليه صلي على النبي، الست ما تقصدش سوء فهم. لا اقصد، بنتي اشرف من شرف، وابنك اللي كلامه كتير ورغاي وجعجاع. ايه؟ انا جعجاع يا شهر؟ عجبك الكلام ده يا عم عزوز؟ ما هي لو عامله لك اعتبار في البيت ده ما كانش صوتها يعلى. مش عامله لي اعتبار؟ اقسم بالله العظيم لو صوتك عالي انت عارفه ايه اللي هيجرالي. هتعمل ايه؟ اضرب يا اخويا، اضرب لك يا لمين، اضرب. ايوه اضربك، ما اضربكيش ليه؟ خلاص خلاص يا عم عزوز، نستهدى بقى بالله كده. ما انت مش شايف يا اختي، لميها بقى لحسن يطلعك وانت وليا. يا سلام، ما هو كله بسبب التافه ابنك. ايه؟ انا تافه؟ الظاهر بقى انه كان لازم يضربك قلمين على وشي. بس ما اسمعوني. دي دار مسنين زي ما انتوا شفتوا. الست شاهناز عندها عقده نفسيه، مش قادره تتخيل انها كبرت في السن لانها كانت جميله وهي صغيره. والاستاذ عبد العزيز عنده مراهقه متاخره، لسه بيعمل كل حاجه على انه شباب. وانا بقى اخصائيه اجتماعيه، يعني لازم اتعامل مع الناس دي كلها برفق وهوتهم. او النبي يا فاطين، ربنا يشفيهم، ظلمتها يا دنايا. انا اسف يا قطر، انا بس الغيره هي اللي خدتني وعمتني حبتين، عشان كده بقى بقول لازم نعجل بالجواز. ايه رايكم الفرح يبقى الخميس الجاي؟ على بركه الله. يلا. ما ينفعش، علشان انا عندي حاجات ما خلصتهاش، فهنخليها اخر خميس في اخر الشهر. ليه بس يا ماما؟ الله اسكتي. وتسكت ليه؟ البنت عايزه تفرح. تفرح بس اخر الشهر. وليه بس اخر الشهر يا شهر؟ اسكت. هو كله اسكت اسكت اسكت. ايه؟ مفيش حد عنده لسان في بقه غيرك ولا ايه؟ وبعدين هو انت اللي هتتجوزي ولا هي؟ واوعي يا شهر تقولي له اسكت. مش شغلك. لا شغلي، والفرح يوم الخميس الجاي بعد اذنك يا عم عزوز. اخر الشهر، وقف عوج واتكلم عدل. لا يا حبيبتي، انا اقف زي ما انا عايز، ان شاء الله هتقف على طراطيف صواب. انت مالك؟ يبقى مالي يعني ايه؟ سيبي ال 15 جنيه دي يا سيبيها. اوعى، انا مش هسيب حاجه. لا اوعي، انت مالك انت؟ ورحمة أمي ما عارف إيه اللي جابني لحد هنا. أنا لقيت رجلي هي اللي جابتني عندك هنا في المحل ومش عارف ليه. مشيناها خوفا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خوفا مشاها، ومن كانت منياته بأرض فليس يموت في أرض سواها. قصدي يعني إن هي الدنيا كده نصيب ومكتوب. وعلى فكرة أنا كنت عارف إنك هتيجي تاني. كنت عارف ازاي يعني؟ الطيور على اشكالها تقع، انا من يوم ما شفتك وانا كنت عارف. اصل طبعك فيه من الوافي. الوافي؟ ايوه، ده نوع من الصقور له نفس بصه عينيك. ما هو عالم الطيور ده عالم كبير قوي زي العالم بتاعنا، وكل طير وله طريقه وله صفه بتميزه. طب والوافي بقى ده لمؤاخذه يعني ايه نظامه بالظبط؟ بيسموه الصقر الحر، واثق من نفسه وهامته في السماء، ودايما شجاع، وبيصطاد فريسته بذكاء لانه طائر اصيل. وانت بقى عم توفيق؟ اسمي توفيق. وانا ميشو، ميشو الحاوي. الحاوي على وزن الوافي. وانت بقى عم توفيق بتشتغل في المحل هنا من زمان مع العصافير؟ اوه، حياتي كلها معاهم. لا، واعرف العصفور من دول من اول نظره، واسمع زقزقته اعرف ان كان
ايه استرالي ولا كناريا ولا فيشر. معانا من زمان، من زمان قوي، من صغري وانا بطلع مع ابويا الله يرحمه هو بيصطاد، كان صياد صقور ماهر وكنت بطلع معاه وعرفت منه بقى كل حاجة عن كل أنواع الطيور. بس ما حبيتش غير العصافير، ما بتأذيش حد، مسلمة، ولما بتتكلم بتغني. طب وانت بقى عم توفيق عايش لوحدك؟ لا انا عايش مع حفيدتي نور بنت ابني، هي اللي فضلتلي من الدنيا، ابوها وامها الله يرحمهم راحوا في حادثة وهي اللي بتونسني. اصلي بوديها درس تحفيظ القرآن في المسجد اللي جنبنا بين المغرب والعشاء، وعلى فكرة هي زمانها جاية. جت اهي. اهلا اهلا اهلا. الشيخ يوسف مبسوط مني قوي علشان قريت ايوه سورة كل هو الله احد ايوه، وسورة كل اعوذ برب الناس ايوه، وسورة كل اعوذ برب الفلق. الله برافو عليك يا حبيبي، برافو عليك وبارك الله فيك. سلمي بقى على عمو ميشو. وانت يا شوقي حفظت مثل توأمك ام لا؟ حفظت يا مولانا. اسمعني سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. صدق الله العظيم. طيب امشي نعم توفيق. ليه يا ابن رايح فين؟ على باب الله. في نص مليون جنيه امان عندك. طب شيل بتاع دلوقتي. هتديهم لي علشان امشي ولا اخدهم بقى بطريقتي وفقهم رقبتك؟ اي حاجه هتاخدها، بس شيل بتاع دي من على رقبتي. انا ماشيه يا عينيا. يا اختي الساعتين خلصوا، انا عندي شغل وحرمجي كمان. انت بتاكل من الكلام ده يا عينيا؟ ده كلام على الفاضي، ده خش على قش. فضحتك. بقى منظرك وحش قوي. اسمك ايه يا بت؟ متيحة يا عينيا. طيب يا متيحة يا عينيا، في بره عربية جيب بسبقيني عندها علشان اخدك في طريق، ولا معاك عربية؟ لا استناك يا عينيا. طب يلا عينيا. وانت بقى خد كلمة طوخي ورضيل احسن، ده زعلان منك قوي علشان ما نتأخرش على متيحة. خد. ايوه طوخ باشا، انا هبعتك الفلوس يا سيدي مع مشو الحاوي. مشو الحاوي وانا محقولك غلطان يا سيدي. خد. تمام يا باشا. صباحو يا ميشو، كفايه لحد كده. صباحو يا باشا. يلا بقى قدامي علشان ناخد الفلوس عشان ما نتاخرش على متيحة، ولا عايزنا نتاخر على متيحة؟ لا على ايه، اتفضل. طيب طيب. السلام عليكم. ازيك يا ست الكل؟ وعليكم السلام يا حبيبي. ها عملت ايه؟ رجعت العربيه من عند درغام؟ رجعتها الحمد لله من وشه العكر. وبعدين ايه ده، انا علمته الادب يا امي وخليته يجري قدامك دوان زي الفيران، ربنا ياخده. المهم بقى امسكي يا ست الكل،
شوفي واتمعنني. الأعلى نزل الحمد لله، ربنا بقى عطرنا في أخوك شوقي. هيحصل يا أمي إن شاء الله، أنا متأكد. ركك بس يوم ولا اتنين وهتلاقي أخويا شوقي هنا هو عندك. نسمع من بقك ربنا ويرجع الغايب يا رب. إيه ده؟ إيه الحاجات دي يا أمي؟ السبت ده في فطير مشلتت وسمنة بلدي بعتهم أم بهلول عشان القضية اللي كسفتها لها، وبتقول لك دول باقي الأتعاب. واحد اتنين تلاتة، فعلا الفطير مظبوط بس ناقص كوز السمنة. ما أنا خدت صياحة عشان أطبخ بيها دناية. خليلي بقى المرت على جنب يا أمي. عناية يا حبيبي، عارفة إنك بتحبها. وإيه بقى التلفزيون ده والكشاف ده كمان؟ دول بقية أتعاب الشربيني بتاع معرض الأدوات الكهربائية. فعلا يا أمي، التلفزيون ميد إن شاينا، يعني ياباني زي ما إحنا متفقين. ودي بقية أتعاب مين؟ أتعاب إيه يا فاطين؟ دي صابرين بنت توكل جايه لك في قضيه، والنبي تسمع لها، دي غلبانه. وانا بقى هروح اشوف الاكل. عينيا يا ام عينيا. ها بس ما تلهطيش بقى المرته لوحدك. ها لا، عينيا عينيا يا حبيبي. يلا مع السلامه. شغلي بقى شغل، نشتغل يعني، احنا هزرنا كتير، نشتغل بقى شويه. اتفضلي، قصدي اتفضلي حضرتك هنا هون وانا هقعد هنا. ما تدخليش علينا زباين يا امي. ايه الموضوع بقى؟ صاحب البيت ربنا ينتقم منه علشان ما رضيتش اسيب الشقه اللي مأجرينها. بعد ابويا ما مات سلط عليا واحد نصاب، رفع عليا قضيه بوصلات امانه مضروبه. والله العظيم ما مضيت على حاجه، جاني محضر وقال لي ان بكره الجلسه. والراجل اللي انا اسف، والراجل اللي حضرتك مضيتي له على ايصالات الامانه ده تعرفيه؟ ولا عمري شفت يا استاذ فاطين والله. يعني حضرتك يا اما تسيبي شقتك يا إما تتسجني بإيصالات الأمانة المضروبة والجلسة بكرة. معلش بقى يا ست صابرين، إحنا مضطرين والمضطر يركب الصعب وربنا يسامحنا. حضرتك تجيني بكرة إن شاء الله المحكمة من غير النقاب. أخلع النقاب؟ ربنا أعلم إن إحنا مضطرين، يا إما هتتسجني. ها إيه قولك؟ أخلع النقاب؟ أخلع النقاب إزاي؟ طب افرض خلعت النقاب، أنت هتعمل إيه؟ يا ست صابرين اعمل بقى اللي انا اعمله بقى، ده شغلي، مفيش حل تاني غير كده. قال لها المهم تخلع النقاب. وطبعا تخلع النقاب بكره قدام سياده القاضي والناس كلها علشان القضيه طبعا. مساء الخير يا استاذ فاطين. مساء النور يا حضره المقدم بتاع الشرطه نضال باشا صديقي. حضرتك نضال باشا، انا كنت لسه هجيلك علشان ارجع لك الشنطه بتاعتك وعصريه الزرع علشان تعرف وتفهم ان فاطين كلمته واحده. طيب ممكن اقعد اتكلم معاك شويه؟ والله لو بشكل رسمي هسال حضرتك اقول لك فين اذن النيابه، انما بقى لو بشكل ودي هقول لك ماشي. طب يا سيدي بشكل ودي ممكن. استناني بره شويه علشان عندي شغل. بص يا استاذ فاطين، بصينا. لا ركز معايا لو سمحت. اللي انا شفته من اول ما جيت جزيره الورد هنا، وده اسمه مهزله، وانا طبعا مش جاي عشان اشارك في المهزله دي. امال ليه بقى جاي؟ ها يعني جاي هتعمل لنا ايه بقى ان شاء الله يا حضره المقدم في الجزيره؟ عشان بس ما يبقاش كلامنا كده على القهوه كده في الحلبه المهلبيه. مهلبيه ايه وحلبه ايه؟ انا دوري هنا ظابط عارف. دوري هنا في الجزيره منع الجريمه وحمايه الناس وتامينها. انا من الصبح بلف عشان اعرف معلومه واحده، ومحدش بيتكلم بصراحه. ما لقيتش قدامي غيرك، وانت كده انت كده هتساعدني يا استاذ فاطين. طبعا ده انا ساعدك مساعده. وانت يا سيكا الكلب، المره دي القانون هيتنفس. وبتعمل ايه يا استاذ فاطين؟ بتعمل ايه يا معلم زلعوكا؟ تعال نشوف لك زبره بقى المره دي. لا بقول لك ايه، انا ما بتهددش. انت بتهددني بالمعلم زلموكا بتاعك ده؟ وانت يا ولد انت وهو انتوا في حاله تلبس، كله يرفع ايده. انت تاني يا استاذ فاطين، الظاهر ان ليلتك دي مش هتعدي. ده انت اللي ليلتك سودة ومش هتعدي، ومقندلة فوق دماغك القرعة دي يا عم زلعوكة. بقولك ايه، خلي بالك انت دلوقتي عندك قضية، كلمة تانية هيبقوا قضيتين، قلت ادبك او شتمت هيبقوا تلات قضايا بشنبك ده كده. طب تعالى بقى خليهم اربع. اوعى تجي بس علينا اتفقنا، تطلع بيه انت كمان يا اسطى. ده الاستاندار، قصدي المقدم نضال رئيس المباحث الجديدة هنا. ولد يا سيكا تحت امرك يا باشا، حرس الشيش دي وارميها على البوكس. تحت امرك. وانت كلكم من ارض المكان كله محاصر. انا غلطان يا باشا، ما تاخذنيش، اللي ما يعرفك يجهلك. انا من هنا ورايح يا باشا هحترم القانون. جر ناعم قوي يا زلعوكه، جر ناعم. ايه هتضحك على الباشا يعني؟ دلوقتي عرفت القانون،
ما انا ياما ياما ريقي نشف معاكم علشان افهمكم ولا من مجيب، ولا يعني علشان لما بقى معايا القوه يا جبان يا اللي تخاف ما تختشيش يا اللي عمرك. خلاص بقى يا استاذ فطيم يا سرعة عزوز. تمام ساعتك يا باشا. تاخد المعلم زلعوكه وتعمل محضر بالواقع وتمضيه على اقرار بالعلم بعدم مخالفه القانون مره ثانيه. تمام ساعتك يا باشا. بس ادم موسى يعني بعد اذن البهوات كان في طلب كده، كنت مش حضرتك كنت عايز طلب من سعادتك. يعني انا امبارح كان اخر يوم ليها في العمل وكنت عايز حضرتك تمضي لي على اخر طرف. مش وقت يا سرعة عزوز، والولاد دول تبع تجيب اولياء امورهم عشان يستلموهم. تمام يا باشا. وبرضه يكتبوا اقرار يا سرعة عزوز، البلد فيها قانون يا شويه صيع. العيل من دول لسه ما طلعش من البيضه وشربه لسه مخدر قال ايه وبيشرب شيشه، ماله العناب ولا شابه حليب يا استاذ فطيم؟ ماشي يا حضره الضابط ماشي، بس تلاتة بالله العظيم اشوف كلب فيكم معدي قدام اي قهوه هسجن، مفهوم يا استاذ فطيم؟ خلاص بقى في ايه؟ سرعة عزوز نفذ اللي قلت لك عليه. تمام سعادتك يا باشا، يلا اتفضلوا قدامي. بالنسبه لي انا يا باشا هاخد الشيش دي بس عشان دي عهده اسلمها في القهوه تاني. ودي واحده في مكتبي. مفيش شيش هتتاخد، الشيش دي هنوديها لمعمل الجنايه علشان نضاهي البصمات. امشي اطلع بره. تحت امرك يا فطيم بيه. يا استاذ فطيم في ايه؟ انا موجود بقى خلاص. ما انا عارف ان حضرتك موجود. امال ليه انا واخد راحتي كده؟ ما علشان حضرتك في ظهري، بالك لو كنت لوحدي كانوا عضعضوني بسناناتهم. بس شفت بقى حضرتك يعني لما القانون يبقى جنبه قوه تحميه. وايه ده احنا لسه بس بنقول يا هادي، لسه في اوله يعني، هتدخل الاسم بعد كده هتلاقي ايه بيشغي مغرمين، مش هتعرف تقعد على الكرسي. طب اقعد بقى كده بالراحه واهدى واحكي لي كل اللي تعرفه عن درغام ورجالته. ايوه كده هو ده الشغل، علشان ارجع حقي من الجحش واربيه هو واللي يتشدد له كمان. اسمع بقى يا سيدي، اسكت يا دنيا، انا بس كنت بدور على الحمام. وحياه امك ورحمه امي ما انا سايباك. يا لهوي العودي انا سايباك. علي صوتك اكتر يا دنيا، علي صوتك بس هشوهلك وشك. شايفه دي ازازه ميه نار بتلسوع، ماشي هتخليكي ما تنفعيش تاني. حرام عليك، انت عايز مني ايه؟ روحي يا شيخ ربنا يبتليك بمصيبه، تاخد اجلك تصحى تلاقي نفسك كده اهوت. هات الشنطه دي يا بنتي. مش هتاخد حاجه. اوه عطاطا يا بنت الكلب. ايه ده؟ مفيش غير 20 جنيه؟ امال انت بتودي الفلوس فين؟ انت بتشربي حاجه من وراها يا بت؟ السلسله دي تلزمني، ده اللي انا عايزه منك. استنى استنى يا حبي، سيبيني انا ما حدش غيرها، بصيتك سيبيني. بص انا بكره هتصرف لك بفلوس بس سيبيني. لا 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 ما تتعبيش نفسك خالص، انا لما احتاج حاجه هبقى اجي اخدها. سلام يا دنيا. عزيزي الله ونعم الوكيل فيك، من اجل الله يا بعيد، من اجل الله. عنتر ورشدي جم ازاي؟ معرفش يا سعد الباشا، انا نفسي اتفاجئت بوجودهم، محدش عزمهم ولا دعاهم. طب خليهم يستنوني جوه. امر سعادتك. ممكن المايك؟ شكرا. مساء الخير عليكم كلكم، وشكرا لتلبيه الدعوه. Thank you very much. الحقيقة كل الموجودين هنا مش بس بيزنس، لا، في صلة نسب بيننا، احنا كلنا عائلة واحدة،
يعني مصلحة واحدة يعني لازم نبقى ايد واحدة. والحقيقة انا فرحان قوي النهاردة لاني حصلت من الدولة على 100,000 فدان عنيل. كده هقدر اعمل اللي كنت احلم فيه، المنتجع السياحي، اكبر واضخم منتجع سياحي في الشرق الاوسط. وبالمناسبة كل اسرة من الموجودين ليهم فيلا هدية. Thank you. بحبكم كلكم. هسيبكم دلوقتي تستمتعوا بالمزيكا، تسمحوا لي بقى استمتع بالرقصة دي مع احلى بنوتة في الدنيا بنتي شيري. اوكي يا باشا، صباح وصفوت باشا، هنعمل ايه؟ مش عارفين نوصل. طول عمرك بتكلم حمدي وحمدي بيكلمني وانا بحدد الميعاد والمكان. كلمنا حمدي وقال انك مش فاضي. يبقى انا مش فاضي. جريء يا صفوت، امال لو كنا اقرب عن بعض. انت نسيت ان احنا التلاتة جبناها من على وش الارض ولا نسيت؟ انا ما نسيتش يا عبد، بس يمكن انت اللي نسيت ان الدنيا دي اتغيرت. كل واحد فينا بقى له طريق. انا وضعي وعلاقاتي اليومين دول غير زمان. واحنا بقى اللي هنقلل من وضعك يا صفوت. انتوا هتقللوا من وضعي. ما تنساش يا عنتر انا وقفت معاك قد ايه بصفقات المخدرات بتاعتك، بالبلاوي المتلتله اللي شلتها معاك. كل ده كان عشان العشرة. ما تفكروا يا رشدي. بفكروا يا باشا. ونسبتك كنت بتاخدها اول باول، وعمري ما نطقت ولا قلت بن. 100 مرة اقول لك نحط فلوسنا جوا فلوسك، نغسلها ونشرفك ونشتغل مع الكبار اللي انت شغال معاهم، بس انت اللي كنت بترفض. احنا اتناقشنا في الكلام ده 100 مرة وقلت لك ما ينفعش. عندك شيء جديد تقول؟ ما عندكش يبقى نورتوني. صباح يا صفوت باشا، ده احنا اخوات وعشرة عمر يا جماعة من اكتر من 20 سنة، مش هينفع كده. طلباتكم؟ هو ده الكلام. صباح يا عنتر، قول الباشا بقى على طلباتك وخلصنا. انا داخل شحنة لبن اطفال هتوصل خلال الشهر ده. بالقلب دي ملغمة قد ايه؟ 5 كيلو ابيض بيور خام درجة اولى، لما يتخلطوا الكيلو يرمي 4. يرمي 5 يا عنتر. ما انت فاكر اهو. وانت برضو داخل بقلب جامد، حاطط فيها كل فلوسي، وعشان كده انا محتاجك في طلبين. الاولاني 5 مليون سيولة لحد الشحنة ما توصل. والتاني حبايبك اللي في المينا يخرجوا البضاعة. بالنسبة للطلب الاولاني ما ينفعش، اصل كل السيولة اللي معايا داخل بيها في المشروع الجديد. اما الطلب الثاني فانت هتبلغ رشدي بميعاد الشحنه، ورشدي يبلغ حمدي، وحمدي يبلغني، وانا بلغك المصاريف كام. هعمل كده على فكره عشان العشره القديمه، بس دي اخر حاجه هعملها لك.
يبقى فكروا يا رشدي ان دي اخر حاجه، اصلي عنتر بيه بينسى جامد. هفكروا يا باشا. سعفان تقول له انا عايز ازازه لعم التوبج عم الشياطين كلها، لو اداك ازازه مضروبه هكسرها فوق نفوخك. حاضر يا معلم. اسمع ياض، وانت جاي عدى على اهل المساقيط تلمهم وتيجي غرفه ده. حاضر. كويس اني لقيتك يا معلم. يا بندر مفيش اخبار عن ميشو؟ لا مفيش اخبار. قوم بس يلا بينا من هنا دلوقتي. قوم بس، قوم بسرعه وانا هريك في السكه. اه ده قوم اروح فين؟ انا مش هارب من هنا لما اعرف اروح فين. انا كنت لسه على قهوه خفاش وعرفت ان الكابو جاي على هنا وناوي على الشر. كابو؟ اه هو مش مات وغار في 60 دقيقه؟ عايزنا اموت لوحدي يا توبجي؟ حد هيبقى عيب عليك. امال مين يا اخي اللي هيونسني في كهان؟ مش انت برضو عايز ايه يا كابو؟ يا حصل ترفع السلاح في وش عمك التوبجي، عم الشياطين كلها. كان زمان الكلام ده يا توبجي. زمان ودلوقتي وفي اي مكان وفي اي حته. اسمع يا كبو، انا مش خايف منك. بقول لك ايه، مش الحاوي مش هنا والمعلم التوبجي مالوش فيه. معلم عليك انت يا ياض، ومش الحاوي بتاعكوا ده انا هسلوخ له وشه. بس ليه رقعة؟ انا جاي بس اوصل له مسج واقول له ان اللي يقرب من الكبو يبقى فاتح ابواب جوهنا مع الكل. اسمع اسمع، انا مش خايف منك وسايد روس هذاك اهو. بسلم لي بقى على حبايبنا في جهنم يا توبجي. بندق بندق، اللي وقفت قصاد الكف يا بندق. اللي حصل، اللي حصل يا توبجي، مشو كان دايما يقول لي متخافش من الموت، لو جالك مش هتحس بيه. اديني شايفه بيقرب. متتكلمش يا بند، متتكلمش. كان لازم يموت هو انا مش انت. اسعاف يا اولاد الكلب. ملوش لزوم يا توبجي. يبقى سلمني على ميشو وقول له بندق خلاص مبقاش يخاف من موت. بندق رد على امك انت عمكي، رد على ابوك يا انا. تعذيب اثناء التحيات؟ لا. بتتعاطى اي نوع من المخدرات يلا؟ لا. عرفت تشتغل حاجه غير السرقه والبلطجه؟ انا مش بلطجي يا باشا. وسرقه مستودع الانابيب؟ معرفش عنها حاجه. التوبجي ده يبقى ابوك؟ التوبجي يبقى ابوك؟ لا يا باشا، هو مديني اسمه بس. لما جيت اطلع بطاقه لقوني صالت خيط وماليش شهاده. انت ابن شوارع بقى؟ لا، انا ابن حلال. بس ربنا يكفيك بقى شر الدنيا يا باشا. يفرج عنه من مقر مديريه الامن ما لم يكن مطلوبا على ذمه قضايا اخرى. اسمع بقى يا جدو الاغنيه اللي هغنيها في المدرسه. سمعيني يا حبيبه جدو وروح قلبي جدو. كان في فراشه زغنطاطه زغنطاطه زغنطاطه
فرفيشة ومزقطاطة مزقطاطة مزقطاطة لابسة بلوزة منقاطة 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 على غوريلا مخططة 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 منقاطة ومخططة منقاطة ومخططة يا جدو يا جدو. نعم يا حبيبتي. نعم ايه يا جدو، انت ما سمعتنيش وانا بغني. معاك حق، انا ما سمعتكيش في الاخر. كنت سرحان. وسرحت في ايه بقى وانا معاك؟ هقولك بس ما تزعليش مني. بص قول وانا هشوف اذا كنت هبقى زعلانة ولا مش هبقى زعلانة. لا ان شاء الله مش هتبقي زعلانة ان شاء الله. شوف يا ستي، انا سرحت في الوافي. ايه الوافي ده؟ ده ميشو. مين ميشو؟ اللي كان هنا في المحل لما كنت جيتي وسلمت عليه بالليل وانت راجعة من درس تحفيظ القرآن. عرفته، بس ده كشري قوي. لا يا حبيبتي، ده راجل طيب وابن حلال، اصله بقى لي يومين ما عداش عليا. طب ما يمكن يكون سافر ومش هيرجع تاني. لا 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 لا، حتى لو سافر الوفي اصيل وما بينساش حبايبه ابدا، ويطير يطير ويرجع يحط هنا تاني. هو بيطير؟ حياته كلها في السماء. هو في بني ادم بيطير يا جدو؟ امال ايه؟ تحبي تجربي؟ ايوه يا ريت يا جدو يا ريت. طب غمضي عينيك اهو. يلا بقى يا جدو. طيب تخيلي انك فوق في السماء الزرقاء الصافيه الجميله، وانك بتطيري فيها من غير جناحات. ايه شايفه ايه بقى؟ شايفه شويه عصافير عمالين يلفوا حواليا وكمان ملونين. وإيه كمان؟ وكمان شايفة القمر وبيضحك أهو، وكمان النجوم عمالة تلف حواليه، والسحاب أهو عمال يرش عليهم مية وهم مبسوطين قوي. الله الله، إيه رأيك بقى؟ جميل قوي يا جدو، بس مش يظهر اني كنت اشوف بابي ومامي علشان اقول لهم اني شاطره وبسمع الكلام. مش هما في السماء يا جدو؟ ايوه يا حبيبي ايوه. طب انا كنت عايزه اسمعهم الاغنيه. هما سامعينك دلوقتي، غني يلا. بجد يا جدو؟ ايوه يا حبيبتي، يلا بقى غني، سمعيهم قبل ما يمشوا. حاضر. كان في فراشه زغنطاطه زغنطاطه مفرفشة ومزقطاطة مزقطاطة لابسة بلوزة منقطة منقطة على غوريلا مخططة مخططة. يا فاطين يا فاطين، استنى بقى، انت موديني فين؟ فاطين فاطين حاف كده؟ هو فاطين ده ايه، بيلعب معاك الاولى في الشارع ولا ايه؟ انا هنا الاستاذ فاطين المحامي، احنا في المحكمة هنا. ماشي يا استاذ فاطين، ممكن تفهمني بقى انت منقذني كده ليه؟ هو انت يا قطر مش كنت هتموتي وتشوف خطيبك وجوز المستقبل بتاعك ان شاء الله وهو بيترافع وبيزنزل في المحكمه؟ ها، وعشان خاطري يا فاطين والنبي يا فاطين يا حبيبي والكلام الفارغ ده؟ ايوه، بس برضو انت ملبسني كده ليه يا حبيبي؟ برضو تاني هتقول لي يا حبيبي؟ ده انا محضر لك مفاجاه. عايز تسال المدعي الاستاذ دياستي او تستفسر عن حاجه يا استاذ فاطين؟ استفسر؟ ده انا هستفسر واستفسر واستفسر، وانا جاي هنا حضرتك غير علشان الاستاذ دياستي. اتفضل استفسر واستفسر واستفسر. الاستاذ دياستي، اولا حضرتك يعني شايفني كويس؟ طبعا شايفك كويس. حلو قوي. طب انا بقى ذكر ولا انثى؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا استاذ؟ خليك في صلب القضيه يا استاذ فاطين. ما هو ده صلب القضيه يا فندم. خلاص جاوبه يا استاذ، خلينا نخلص. حضرتك ذكر. حلو قوي. وحضرتك انت بتقول ايه؟ خليك في صلب القضيه يا استاذ. والله العظيم في صلب القضيه. خلاص يا استاذ معلش جاوبه. انا ذكر ومظبوط في البطاقه. طب الحمد لله، اثبت عندك يا فندم ان المدعي الاستاذ دياستي عاقل وراشد ويستطيع التمييز وكمان نظره سليم. وستة على ستة كمان. ربنا يزيدك. عايز توصل ليه يا استاذ فاطين؟ وبالغير رغي وبسرعه لو سمحت. يا فندم اللي انا عايز اقوله
ان مفيش حد بيدي حد تاني فلوس ويمضي على ايصالات امانه غير لما يكون شافه وعارفه كويس. مظبوط؟ قصدك ايه؟ انا بقى حضرتك بطالب الاستاذ دياستي اللي قاعد معانا دلوقتي انه يطلع المدعي عليها صابرين اللي مضت له على ايصالات الامانه من بين الحضور. طلعها يا استاذ دياستي. حاضر يا سياده القاضي. هي دي يا سياده القاضي. لو سمحتي ارفعي النقاب. هي دي يا استاذ دياستي؟ متاكد؟ الا متاكد. ايوه متاكد. ده انا نظر ست على ست. اثبت عندك يا فندم. الانسه دي تبقى قطر الندى عزوز خطيبتي. وادي البطاقه يا فندم بتاعتها. اما بقى المدعي عليها السيده صابرين فهي اللي قاعده ورا قطر الندى. وادي يا فندم البطاقه بتاعتها كمان. يا حي يا حد يا حي يا حد. الله ينور يا استاذ فضيل. شكرا يا ابو سامر. بس كده انت هو كده يا فضيل؟ دي اخرتها بتستغلني؟ انا هفضل انا اجيب معاك. سكوت في القاعه. الله سكوت يا انسه. ايه رايك يا استاذ دياستي؟ خلاص يا سياده القاضي انا متنازل عن القضيه. رد عليا يا فضيل. انا ايه بالنسبه لك؟ دميه بتاعتي ابيض. طب انا عايز البطاقه بتاعتي. بس بس بقول سكوت يا انسه. الله ما سكت يا استاذ فطيم. هي مش خطيبتك؟ لا. ايه قصدي ما تسكتي بقى يا قطر. سكوتي هنكسب القضيه وهنبقى في البسبوسه. حكمت المحكمه برفض الدعوه والزام المدعي بالمصاريف واتعاب المحاماه واعاده التحقيقات من جديد في النيابه العامه لوجود شبهه في تلفيق التهمه للمدعي عليها. مع حبس الآنسة قطر عزوز السيد 24 ساعة. رفعت الجلسة. يا لهوي يا العدل. انت متأكد يا ملقط اللي انت شفته هو اللي في التصويرة ديت؟ بقول لك هو يا صلقط. هو يا جدع. بس ده بنضارة. انا شايفه بعناية. دول اللي هياكلهم الدود وهو داخل المحكمة. على فكرة دي هتبقى اسهل عملية عملناها. عملية خالصة مخلصة. فلوسها مضمونة وملهاش لبش بالحكومة خالص. اهو اوف اديك شفتني قطر وانا بترافع. ادي اخره الرغي. هات البطاقه. هات البطاقه. ايه بتاعه التموين هي؟ طب يلا بينا بسرعه. اتحرك. مستني ايه؟ يلا اتحرك اهو. يلا يا جدع. انت يا حيوان يا اللي المفروض تسوق حماره مش عربيه. انتوا عارفين قانون المرور بيقول ايه؟ المادة رقم واحد من المبادئ العامة تنص على ان لسائق المركبات ليس الشارع ملكك وحدك وانه لا يجب التوقف فجأة غير في الاماكن المخصصة لذلك. يا رمد ولسانك طويل. يا رمد ولسانك طويل. بقولك ايه؟ اقسم بالله احبسك. انت مش هتبقى اغلب من خطيبتي. ها المادة رقم 13 بتقول. يا عم لا 13 ولا 14. طبعا المادة 15 بتقول. 15 ولا 17. شيلوا معايا الصعب. يا رمد لسه روضة. شيل ايه؟ ايه ده؟ ده خطف بالاكراه. وقروني يا نص على قدهش. انا عارف مين اللي مأجركم. عربيتي عربيتي. بقولك ايه؟ انا عارفكم كويس. هو دمغام بابا بابي بقى. سكتوا يا بلغت انت. سكتوا عليا. حاضر. يلا يا صالة تستني. يلا يا هلا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يا دي النور يا دي النور. هحضر الغدا عبال ما فاطين وقطر يجوا من المحكمه. يا ريت يا ست غاليه لحسن الواحد على لحم بطنه. والله عزوز والله الواحد شبعان الحمد لله. المهم يا غاليه اقعدي. هي بنتي ايه اللي مودياها المحكمه؟ كانت شبطانه وعايزه تشوف فاطين وهو بيترافع. ما هي قايله لابوها يا شاف. يعني ما قلتليش يا عزوز. انا لا ما انا كنت ما قلتش والله عشان اصل لك رؤى. حاضر. المهم يا غاليه فلوس الشبكه اللي احنا هننزل نشتريها جاهزه ولا محتاجه فلوس؟ جاهزين يا اختي. 5000 جنيه. هو انا عندي اغلى من فاطين ابني؟ 5000 ايه؟ لا يا حبيبتي ده انا بنتي بنت اصول وما تشبكش باقل من الماس. على قدهم يا اختي. وبعدين لو قطر طلبت عيني ليها ان شاء الله حتى بعلها الارض البحريه بتاعتي. خلاص يا ست غاليه مفيش بتاع الكلام ده. احنا بنشتري راجل. خلاص يا حبه عيني. الراجل يدفع. الراجل يدفع صح. سر الشر يا شهر. خلي العيال تفرح. خلي ابنك انت بحبح ايديه شويه. هرد على التليفون وارق لك.
الو ايوه يا اخويا احنا اللي عاملين الاعلان. لقيتوه؟ لقيتوا شوي؟ ليكوا الحلاوه، ليكوا كل اللي انتوا عايزين. مستنياك يا اخويا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لو ابني الحمد لله. خير يا ست غريب؟ سامعك بتزغرطي، حصلت حاجه وحشه؟ ابني شوي اللي كان تايه وهو صغير. لا اقول الحمد لله. وصل يا حاجة. ابني ابني حبيبي. أوه. ابني ضنايا حبيبي. أوه. أنا أمك يا ابني. تعالى حبيبي. أنا يا قلبي من جوه حبيبي حبيبي يا ضنايا حبيبي. مالك يا ضنايا؟ مالك يا حبيبي؟ هو ماله يا اخوي؟ ما تقلقيش عليا يا حاجة، أصل المشوار كان طويل. إيدك بقى، إيدك بقى على المكافأة. عينيا، عينيا كل اللي طلبته أهو. مبروك يا حاجة، السلام عليكم. الله يبارك فيك. عين أمك يا ضنايا. عين أمك. أنا اتبهدلت أوي يا أمك، اتبهدلت. خلاص. بعد النهارده مفيش بهدله، رجعت لحضن امك يا حبيبي. انا فين؟ وايه الناس دي يما؟ دول جيراننا وحبايبنا فرحانين برجوعك، ودلوقتي فاطين اخوك يجي وهيفرح قوي برجوعك. كلنا فرحانين بيك يا شوقي يا ابني. شوقي ايه يا عم عزوز؟ في ايه انت كمان مالك؟ بسم الله ما شاء الله، لسه فاكرني يا حبيبي؟ فاكر ايه؟ فاكر ايه بس يا عم عزوز؟ في ايه يا اخوانا مالكم؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ انتوا مش عارفيني؟ انا فاطين، فاطين ابنك يما. فاطين ابني؟ يا مصيبتي. ايوه يا اما، ايه فاطين ابنك يا مصيبتك دي؟ ايه ده؟ انتوا ايه هتولولوا عليا ولا ايه؟ انا مين؟ انا مين اللي جابني هنا؟ انا اخر حاجه فاكرها يما ايوه العربيه وصلقت وملقت اللي خطفوني. وفين هدوم انا؟ فين خطفوك؟ ده انا اديتهم فلوس الشبك. يا لهوي. اما 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 لما انت فاطين، الفيلم الهندي اللي انت عامله ده فين بنتي؟ بنتك النحس محبوسه دلوقتي في الحجز. اسكتي بقى. بنتك في الحجز؟ يا لهوي. هو مش خلاص بقى كده يا باشا؟ لسه يا ميشو، هم خدوا صحيفه الحاله الجنائيه وراحوا على البحث الجنائي يكشفوا عليك. وحلني بقى، انت تخلص شويه الشاي دول وتخش تستنى في الحجز لحد ما يطلع التقرير. طب ليه بقى حجز؟ ما احنا هنا حلوين يا باشا. يا باشا انا ماليش فيه يا باشا. اقف اسمعنا الله يسترك والنبي. انتوا دخلتوا عليا الشقه كنت بظبط السخن والسائع بتاع السخان، دخلتوا عليا وانا في السخن والدنيا كسرت وانا قلت اقلع هدومي. مش كده يا بنات؟ كده. اسكت يا مش قدامي. طب يا باشا اغير هدومي، منظري مش حلو قدام البنات. مش كده يا بنات؟ كده. انا مش قلت اسكت وامشي قدامي؟ يا راس انت وايه هنا؟ راس راس اثبت شد مكانك. يا التركي فوزي التركي، اسال عليا من المعصره لدار السلام جوه وبره وكورنيش النيل كله. وبعدين ما تجيب سيجاره انت هتقف تتفرج علينا كده ببلاش. سلام. ايوه معلش، هي اخر واحده بقى ما تقل عليك. تسلم. يلا يا ميشو. مع السلامة يا ميشو. انت قادر رجولة ولا بحب الرجولة؟ اسمعي يا بهالشيكة منك ليها، لما حد جوه يسألك كنت في الشقة بتعملوا ايه هتقولوا؟ عشان السخن والبارد. اموت فيك يا اسمر انت يا سخن. وش يا اخويا بتاع السخان؟ بابا راح يا عم تكفيني على
معقول يا رجاله؟ والامور بقى جايه ادب ولا صدار؟ لا تمريض يا رحمك عشان اعلم عليك وديك خبزتين بس. خلاص يا رجاله خلاص عندي حالك انت يا عمو. تيجي شوف حاجه يا عمر حبيبي. آه من سلقط لملقط لنطط الحيط يا قلبي لا تحزن. روق يا ابني روق بس، خد اشرب شوية ليمون روق دمك. فداك يا ابني فلوس الدنيا كلها. أنا بس كل اللي حاسس في نفسي أخوك شوق، قلت خلاص رجع وهنتجمع من تاني. باين علينا منظورين يا فاطين يا ابني. قصدك منحوسين يما؟ منحوسين هي ما فيش غيرها البت قطر ندى دي، فقريت ابوها وجايه لنا احنا بقى علشان تفقرنا، ناقصها هي. ما تصدمهاش يا فاطين، البت غلبانه وبتحبك. غلبانه؟ اسكتي يا غاليه اسكتي، انت فاهمه حاجه؟ ده انت اللي غلبانه. اول مره اشوفها فيها العجله تنسرق، يوم قرايه الفاتحه العربيه تنسرق، يوم الشبكه فلوس الشبكه تضيع ويلهفوها سلقط وملقط. هو في كده؟ في كده في قلبها امها هي سبب كل البلاوي، ما بتقعدش في مكان الا ما بتفقره. بقول لك ايه يا ابني، يلا نروح لقطر في الحاجز، دي برضو خطيبتك. برضو مش رايح يا امي، والجوازه بقى دي مش لازماني. عشان خاطر يا ابني عايزين نفرح، هو اللي عايزني اموت بحسرتي قبل ما افرح بيك. بعد شر عليك يا غاليه. حاضر هقوم بقى وربنا يستر. الا صحيح فين العربية مش مركونة تحت ليه؟ العربية؟ يا نهار اسود، دي العربية في الشارع عند المحكمة ياما. شفتي؟ علشان جبنا بس سيرة الغلبانة بتاعتك. يلا ادخلي البسي بقى كده علشان نروح نلحق العربية قبل ما تضيع هي كمان وتبقى كملت. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ منظورين والنبي منظورين.